أخيراً صفت المساعدات الاجتماعية، المساعدات الاجتماعية إلى مكان الزلزال، داروا عمل رائع، داروا واحد العمل رائع، جلسوا مع كل مواطن ومواطنة، شافوا شنو هي وضعيتها الإدارية والقانونية، كاين اللي ما عندها عقد الزواج، تجلى ليها ولا في الزلزال، وما عرفاش كيفاش تجيب نسخة منه، غير كيفاش تمشي دير الإجراء، والروا كيفاش دير الإجراء، أو مشاو جابوه ليها، كاين اللي مشات له البطاقة الوطنية. كاين بزاف ديال الوثائق. الاسبوع اللي فات في نواس الرشيد الوظيفي كان مشكل ديال واحد الدري ما قدرش يمشي للدراسه لان ما عنده وثائق. تحركوا المساعدات الاجتماعيه، تحركت الوزاره، دخل المدرسه ديالو البارح دخل المدرسه ديالو. لهذا هذا هو الدور ديال المساعدات الاجتماعيه. وباتوا في الخيام، وكانوا في اوناين، وكانوا في الحاوز، وكانوا في تليوين، وكانوا وتلاقاو مع الناس وتذكروا مع الناس. انا المديرين تيقولوا لي علاش داروا هاد المساعدات الاجتماعيات؟ تقول لهم انا ما تيهمنيش اش داروا المساعدات الاجتماعيات، انا تيهمني انهم يعرفوا الواقع ويتعاملوا مع البشر ويتكونوا في الممارسات ديالهم مع هاد الناس هادو. وخلات مسائل ايجابيه جدا، لانه مشاو لان هذيك المواطنه اللي عندها الزنزان ومات ليها باها واختها وعمتها وما عرفتش شكون كاع اللي مات ليها، كتسنى الدوله تجي من حتى تشوف هاد السيده جايه انها موظفه بوزاره العدل، فمعنى ان الدوله جات عندها، وبما ان الدوله جات عندها معنى ان الدوله مهتمه بها، وهذا هو اللي اساسي باش تربط العلاقه ديال المواطنه مع وفعلا دار واحد العمل جيد في سميتو في الزلزال. وانا اعتقد هذا هو الدور ديال المساعده الاجتماعيه، وهذا هو الدور ديالها. لهذا هذا المؤتمر، والان طلبت من المديرين انه يوجدوا واحد التصور على شكل كتاب ما هو دور المساعده الاجتماعيه، شنو هو الدور ديالها على مستوى العمل القضائي، على مستوى العمل المحاكم، كيف يمكن نتعاملوا معهم.